سلام عليكم. رمضان خلاص بيلم الورق بتاعه والايام بتخلص، وهي يعني كل سنه بنتقابل في نفس الموقف ده، ان رمضان خلص بسرعه. بس الفكره ان رمضان كان دوره تدريبيه تريننج قوي جدا، بس احنا عايزين نمضي العقد، عايزين نمضي العقد ونجدد العهد مع ربنا ان احنا نستمر. يا ريت بعد رمضان ما نضيعش كل اللي عملناه، اللي صلى واللي صام وتراويح وقيام وقران، حاجات كتير قوي 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 تضيعها في ثانيه. ده حتى ربنا في القران قال لنا ايه؟ قال تعالى: ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثة. يعني واحدة قعدت أيام كتير جدا تعمل الغزل وتعمل بلوفر ومش عارف إيه وحاجات كتير جدا، وفي ثانية واحدة بعد ما خلصت راحت جايبة طرف الخيط وفكها كله. تخيل أنت بقى ممكن تعمل كده، أو أنت ممكن تعملي كده تضيع كل ده. ولذلك وصية النبي صلى الله عليه وسلم لما حد بيقول لي قول لي وصية يا رسول الله أمشي عليها، فقال: قل آمنت بالله ثم استقم. استمر. انت كنت بتقرا قران في رمضان ما شاء الله كل يوم، ايه اللي يمنعك بعد رمضان؟ مش رب رمضان هو رب شوال، هو رب كل الشهور؟ يا سيدي مش هقدر اختم القران في غير رمضان مرتين ثلاث، كل يوم اقرا جزء، مش قادر، كل يوم 10 دقائق في سهله 10 دقائق. كنت بتصلي حافظ على الصلاه، كنت بتصلي التراويح والتهجد، اختار لك يومين بس في الاسبوع، يومين وصلي فيهم ركعتين قبل ما تنام، كتر من ذكر ربنا والصلاه على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، استمر بقى على الصدقه، واستمر دايما بهذا الدعاء: اللهم يا مثبت القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك، اللهم امين.